يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الولد يأتي ويراد به الذكر والأنثى أم يراد به الذكر فقط؟ وهل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر ولد صالح يدعو له، هل يراد به الذكر فقط أم الذكر والأنثى؟ في ألسنة العوام الولد خاص بالذكر، ولكن في لسان الشرع واللغة العربية الولد يشمل الذكر والأنثى. نعم.